قبل ما يقارب 50 يوما أعلن التحدي. وأي تحدي؟ تحدي ليس كأي تحدي، تحدي مختلف تماما في حجمه، في أثره، في عظمته. تحدي حفظ أعظم سورة من كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة. تحدي حفظ أخذها بركة في 50 يوما. التحدي ليس مجرد حفظ الأوجف فحسب، بل كان التحدي حفظها بإتقان مع التدبر والعيش في جو مشوق نقترب معه إلى القرآن أكثر فأكثر فأكثر. كنا نتقدم في كل يوم صفحة واحدة، بدأنا اليوم الأول التجربة وكانت جميلة، وكنا ننظر أن أمامنا 48 صفحة. 48 تنتهي الصفحة الثانية في اليوم الذي يليه 47. تمر الأيام، نحن في الوجه العاشر، ختمنا نصف جزء. مرت الأيام، إصرار، مواصلة، همة عالية. بفضل الله نحن نكمل الجزء الأول، نختبر في هذا الجزء، ولا زالت ذكرى ذلك الاختبار الأول موجودة، ذكرى جميلة حيث عشنا مع القرآن عيشا كنا نتمنى أن نعيشه منذ فترة. وجدنا والله ضالتنا في القرآن عندما أخذناه علما وعملا، أكملنا المسير. فإذا بنا نصل إلى الجزء الثاني، ننظر هل الحلم سيصبح حقيقة؟ هل بالفعل نحن نستطيع أن نكسب هذا التحدي؟ تبقى 10 أوجه فحسب، وصفحة تليها صفحة، وصفحة تليها صفحة. فإذا بنا نصل إلى ختام آخر صفحات سورة البقرة، ما بين ألف لام ميم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما بين هاتين الآيتين قصة جميلة جميلة جدا. والله إنها أجمل القصص التي تمر على الإنسان، التي عاشها الإنسان. قصة رأينا فيها الخيرات، رأينا فيها البركات، تيقننا يقينا أننا كلما كنا من القرآن أقرب كلما كنا أسعد. تيقننا يقينا أن الخير كل الخير في صحبة القرآن وفي صحبة أصحاب القرآن. شكرا لكل من ساعد، لكل من شارك، لكل من عمل في فريق أخذها بركة. شكرا لكل من شارك وأحسن الظن في هذا الفريق المبارك وشارك معنا وأكمل هذه المسيرة الجميلة. شكرا فريق التلاوة المصورة، شكرا فريق فقرة التهجي، شكرا فريق الخرائط الذهنية، شكرا فريق التفسير والتدبر، شكرا فريق فقرة التحفيظ والإنجاز. شكرا لكم من القلب، والله مهما قلت لن أوفي حقكم. كل من ساهم، كل من ساعد لأجل أن ينجح هذا البرنامج وهذا المشروع، لأجل أن نواصل مسيرة التحدي ونكسب التحدي في هذا اليوم، شكرا لك. شكرا لك أنت يا من شارك، شكرا لكل من حفظ هذه الصورة، شكرا لمن لم يحفظ وشارك وتواجد فهم القوم لا يشقى جليسهم، شكرا لمن ساعد في إخراج الفقرات، لمن عمل التشويق في هذه القناة، التشويقات الجميلة، شكرا لمن ساعد في إخراج صباحيات أخذها بركة. شكرا لكم، والشكر لله من قبل ومن بعد، ونعدكم بإذن الله ثقة في الله عز وجل بأن يكون القادمة أجمل وأحسن وأفضل. لا نقول لكم وداعا، بل نقول إلى اللقاء في أخذها بركة النسخة الثانية بإذن الله عز وجل. فأهلا وسهلا بكم، ما رأيتموه من حسن وصواب فهو من عنده عز وجل، من لطف الكريم وفضله وإحسانه، وليس منا في شيء، وما رأيتموه من خطأ وتقصير وتفريط فهو من عندنا ومن الشيطان. وبالشكر تدوم النعم وتتضاعف، والقادم أجمل وأحسن وأفضل وأعظم، وما ذلك على الله بعزيز. كشريط ذكريات يمر في لمحة بصر.
كذلك أيامنا تمضي تتناثر منا في عجل. مهلا أيا أيامنا مهلا، توقفي للحظة. من ينسى السعادة التي عشناها معهم؟ من ينسى تلك القلوب الطاهرة النقية؟ من ينسى تلك الابتسامات العابرة؟ من ينسى الإنجازات التي حققناها معا؟ ومن ينسى أخوتنا ووحدتنا وحبنا في الله؟ سرعان ما انقضت أيامنا وتناثرت، وها نحن في يومنا الأخير، ثمة قلوب أحببناها بحق وكنا ندعو لها دائما، وابتسامات كانت كفيلة بإسعادنا لأيام. صحبة القرآن، أسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا في جنته التي لا يفنى نعيمها.